شكرا على ما قمتم به، لقد كان عملا رائعا. شكرا لكم، أنا أحبكم وأنا سعيد وأفتخر أن أتقبل دعمكم، وسعيد أن أعود إلى كارولاينا الجنوبية. قد فزنا مرتين بأرقام قياسية، هذا مكان رائع. يقال إن كارولاينا الجنوبية هي التي تختار الرؤساء في 2016، فعلت هذه الولاية هذا الأمر، وحصلنا على عدد كبير من المقاعد. نحن موجودون هنا لنعلن حملتنا لقيادة كارولاينا الجنوبية. هذه الولاية يقودها ماستر، شكرا جزيلا لك. نحن صديقان منذ اللحظة الأولى التي التقينا فيها، وقد دعمني ونتقبل هذا الدعم، وسعدت كثيرا بهذا الدعم. أيها الحاكم، لقد أنجزت عملا رائعا وحققت نصرا يعتبر نصرا استثنائي. نحن صديقان لفترة طويلة من الزمن، لست أدري من يوافق على ذلك. هو سياسي عظيم وشخص رائع أيضا، وأشكر أيضا السيناتور لينزي جراهام، إنه رجل رائع. وهناك كثيرون آخرون سوف أقدمهم لكم بعد قليل. أود أن أقول الكثير من الوطنيين بمن فيهم بيجي ماكماستر السيدة الأولى في كارولاينا الجنوبية، شكرا جزيلا لك على ما قمت به بطريقة احترافية جدا. وتوماس ألكسندر رئيس مجلس الشيوخ في ولاية كارولاينا الجنوبية، وكذلك رئيس مجلس النواب ميري سميث. سوف نتعرض لقضايا، لأن الرئيس بايدن وضع أمريكا على طريق التدمير، ويجب أن نحرص على لا يحصل على 4 سنوات إضافية. هناك أمور كبيرة حصلت قبل 4 سنوات ثم 3 سنوات، ثم هناك 2.5 سنين تبقية. ما قمنا به في هذا البلد هو أننا أنجزنا الكثير، وقمنا بخفض الضرائب للمرة الأولى منذ فترة طويلة من الزمن. كذلك قمنا بالبناء أقوى حدود، بنينا جدارا على امتداد مئات الأميال، وإذا كانت الحدود الأعظم في التاريخ. وحاربنا المخدرات التي الآن ارتفعت إلى 10 أضعاف ما كانت عليه في السابق. انتخابات عام 2024 هي انتخابات نرمي من خلالها إلى إنقاذ بلاد. نريد مقاتل يمكن أن يقاوم المستنقع، وكذلك وسائل الإعلام والدولة العميقة، وكذلك التصدي أيضا للديمقراطيين بالاسم فقط، وكذلك العولميين، وكذلك الصين. وهذا ما نقوم به. نحن نقف من أجل أمريكا، وهذه ما أظهرته استطلاعات الرأي. هناك من يحبنا، ولكن هناك من لا يحب ما يحدث في بلادنا. إذا أردت في تغيير النظام برمته، تحتاج لرئيس يستطيع أن يقوم بذلك، ورئيس يمكن أن يفوز، وهذا ما قمنا به. هناك من سائل عن الفرق بين 2020 و2016، قلت بأننا حصلنا على الملايين من الأصوات في عام 2020، ولكن الآن يجب أن نكون حذرين إزاء أيام الانتخابات. هناك رئيس وحيد تحدى المؤسسة في واشنطن
وبانتخابكم وتصويتكم العام المقبل سنعيد ذلك أيضا. حملتي هي حملتكم. غادرت للتو نيو هامشير، والعلاقة التي توجد لدينا مع الوطنيين هناك أمر رائع. الآلاف من الأشخاص الذين جاءوا إلى الموقع يرفعون العلم الأمريكي، ومعا سوف نستكمل العمل الذي لم ينتهي وهو إعادة العظمة إلى أمريكا. عندما يسمعون كلمة ماجا أي لنعيد لأمريكا عظمتها، هذا ما تعنيه الكلمة المختصرة ماجا. العام المقبل سوف نوقف الغزو على حدودنا الجنوبية، وأعتقد أننا انتقلنا من أسوأ وضع إلى الأفضل، لأنه ليس هناك بلد في العالم الثالث يمكن أن يحصل له ما حصل. كان ذلك غزو، وأعتقد أن الرقم يمكن أن يكون 15 مليون شخص وليس 5 أو 10 ملايين، وهم جاءوا من السجون وكذلك المرافق الصحية، وهذا تسبب بالكثير من المشكلات التي علينا أن نعالجها، ويجب أن نرحل عدد كبير من الأشخاص بسرعة قصوى. هؤلاء هم قتلة وكذلك مغتصبون وإرهابيون، ولا يمكن أن نسمح بحدوث هذا. إذن هؤلاء الذين يعبرون الحدود بطريقة غير شرعية سوف تتم إعادتهم من حيث قدموا. عندما كنا نقوم بذلك قبل 2.5 سنين أرسلنا الآلاف من يمكن أن تسميهم أفراد عصابة أمس 13، عدناهم إلى بلدانهم بالآلاف. لم يرغبوا في استقبالهم، وطرحت أسئلة بشأن الأموال التي دفعناها لهم. دفعنا 750 مليون دولار، ولكن هناك 3 بلدان ربما سوف يكونون مستعدين استقبال هؤلاء الأشخاص. سوف يحصلون على كافة عناصر عصابة أمس 13، والآن هم يعطون أكثر بكثير مما أعطيناه. سوف نوقف الأعمال العنف في المدن الأمريكية، سنعيد هؤلاء الأشخاص إلى أماكنهم، سنوقف أولئك الذين يريدون أن يغسلوا أدمغة شبابنا، وكذلك نحمي أطفالنا، وسوف نقوم بهزيمة عقيدة الجندر، لأن الرب خلق الذكر والأنثى. سوف لن نسمح بأن يقوم الرجل بأخذ مكان المرأة، وسوف ننقذ كرامة المرأة. وهذا الأمر سخيف. سوف نقوم بالتصدي لنظام الرقابة ونعيد حرية التعبير إلى ما كانت عليها. سوف نبحث عن الجهات الفاعلة في الدولة العميقة، وسوف نقوم بتسريحهم من المباني الحكومية. سوف نوقف تسليح النظام، نظام العدالة لدينا. الأمر كله يركز على التحقيقات. نحن سوف نتصدى لذلك، كما أنهم قالوا أنني ثري جدا لكنني لم أدفع الضرائب، لكننا خلقنا الوظائف، وهذا أدى إلى استفادة الكثيرين من ذلك. يجب تحفيز الأشخاص وهم يسلبون الأمريكيين هذه الحوافز.